اهلا بحضراتكم من جديد. نهله يمكن يعني ما شاء الله تاريخ طويل ولسه الحاضر كمان ما شاء الله يعني قادره تأدي كمان وكمان. خلينا نبتدي من البدايه. بدايتك كانت ازاي؟ ايه اللي حبابك في الكره الطائره؟ يعني قول لنا يعني طفولتك كانت ازاي؟ انا يمكن ابتديت كان شقيقتي طبعا يعني اخويا واختي كانوا بيمارسوا الكره الطائره. والدي ووالدتي ده هم كمان يعني محبين الرياضه. والدي كان بيمارس كره السله فكان دايما يعني سايبيننا على طول في الملاعب. فلما ابتديت من وانا صغيره طلعت شفت اخويا واختي بيلعبوا كره طايره والحمد لله كانوا مميزين في اللعبه يعني. فابتديت ان انا عايزه ابقى زيهم طبعا طبيعي يعني صغيره فشايفه اخواتي الكبار بيلعبوا حاجه فحبيت ان انا اجرب امشي في اللعبه والحمد لله يعني ابتديت فيها لما شفتهم بيلعبوها. طيب قولي لي، اكيد اي لاعب او لاعبه في حياته بيبقى فيه مدير فني مش قادر ينساه، بالذات فتره الناشئين او الناشئات. مين المدير الفني في الفتره ده اللي انت ما تنسهوش، اللي حسيت ان كان له دور كبير جدا معاكي وجهك في الطريق الصح؟ هو انا هتكلم هما بصراحه اتنين هما اللي يمكن صعدوني في وقت ما انا كنت صغيره جدا، كنت في سن صغير. كابتن رؤوف عبد القادر في النادي الاهلي طبعا هو يعني هو اللي اداني الثقه وهو اللي صعدني درجه اولى من وانا عندي 14 سنه وكمان اداني الفرصه ان انا العب بشكل اساسي في بطولات صعبه لدرجه ان الناس استغربوا ان ازاي في السن ده لعيبه تنزل نهائي بطولات افريقيه. فطبعا يعني انا بشكره طبعا من هنا ان هو كان اداني الفرصه دي وان هو خلاني الحمد لله ان انا اتصعد في السن ده واخد الخبرات دي من بدري. وفي المنتخب طبعا كابتن هشام بدراوي برضه نفس الكلام، نفس الكلام طبعا برضه صعدني برضه لدرجه اولى من وانا في 2006 كان عندي 16 سنه ساعتها واداني برضه الفرصه. فبشكرهم طبعا هما الاثنين يعني ادوني الفرصه. وطبعا في اكيد فرقوا معاك، انت مش ناسياهم طبعا، انت طبعا بالذات ان انا كنت لسه في سن صغير. بس طبعا يعني جميع المديرين الفنيين اللي لعبت معاهم كلهم كان كل مدير فني كان ليه دور. بس اقول لك